تأثير جدا وراح نفتح جمعية اسمها هذه المنطقة في المغرب. شكرا. اليوم حنا بصدد هذا المؤتمر اللي استثناء هو مثابة نتج عن المسودة اللي جابتها الوزارة باش تدرجها للمهنيين. اضطرينا اننا في الهيئة تتناقش مع المهنيين ديالو، تتناقش مع المكاتب ديالها ومع القواعد ديالها، لان ما عندناش هنا الاعضاء كيف تاخذوا قرارات كبيره. فاضطرينا اننا نديروا هذا المؤتمر هذا ونحضروا الاعضاء ديالنا والمهنيين ديالنا باش نناقشوا معاهم هذه المسودة اللي تنشوفوا فيها الاقصاء ديال واحد الفئه من ارباب الشحن، اللي هي خاصه من فئه 3 ونص حتى 19. فاليوم حنا تناقشوا مع المهنيين ديالنا وناخذوا المقترحات ديالهم، لان الوزاره طرحت علينا واحد 3 ديال النقاط خصنا نجاوبوا عليهم. فجينا اليوم هذا المؤتمر هذا نتناقشوا هاد 3 ديال النقاط، وغادي ناخذوا الجواب ديال الاخوان والمقترحات ديالهم، وغادي نخرجوا بالاجابه ديالنا اللي هي صالح المهنيين قانونيا واللي كتناسب المهنيين، ماشي النقاط اللي جابت لنا الوزاره مع اتفاق مع بعض الهيئات اللي فيها الاقصاء ديال المهنيين خاصه المقاولات الصغرى والمتوسطه. وحنا كاتحاد جمعيه مهنيين نقل المغرب كنمثلوا هذه الفئه المقاولات الصغرى والمتوسطه. فاتحاد جمعيات مهنيين النقل بالمغرب بالمكاتب الجهويه ديالو والاقليميه والمحليه وبالكم الهائل ديال الجمعيات اللي راه هو بالغ 25 جمعيه في اللواء ديالو وبالمنخرطين ديالهم، كيرفض بتاتا هذه اللغه ديال الاقصاء لا من طرف الوزاره ولا من طرف الهيئات اللي كيدعيو التمثيليه ديال القطاع. فاليوم حنا باب الحوار مفتوح في الوزاره، الوزاره اليوم مشمرة على سعيدة وباغا تنظم القطاع. حنا كاتحاد جمعية مهنيين مادين يدينا باش نساهموا في تنظيم هذا القطاع، في الخروج ديالو من العشوائية، نرجعوا الثقة اللي كانت ما بين الوزارة والمهنيين. بمناسبة هذا الجمع الكريم لتأسيس أو لتنظيم المؤتمر الأول لاتحاد جمعيات مهنيين نقل المغرب، نتقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قبل من قريب أو بعيد، وتحية للطاقم الإعلام، تحية للسلطات للدعم على المساندة، تحية لكل رؤساء الجهات وكل رؤساء الأقاليم، المكاتب الإقليمية لاتحاد جمعيات من النقل بالمغرب، تحية لكل رؤساء الجمعيات المنضوية أو تحت لواء اتحاد جمعيات من النقل بالمغرب. احنا في هذا المؤتمر ان شاء الله في لتبادل الاراء واقتراحات وافكار، ان شاء الله في مناقشه يعني بعض التعديلات في مدونه السير، كذلك بعض التعديلات في مدونه السير، كذلك بالنسبه للضريبه الجزافيه، فاحنا ان شاء الله في اقتراح الحلول او المراسيم تعديل في الضريبه الجزافيه، كذلك في تسويه وضعيه الشاحنات بالنسبه لاقل من 3 طن حتى 19، فهذا موضوع هو في اطار في تعديل هذا الموضوع هذا. ونشكر كل الاخوان المساهمين في هذا الحضور، نشكر كل المنابر الاعلاميه اللي ساندتنا في هذه الوقفات في هذا مشروع المؤتمر ان شاء الله، مؤتمر اتحاد جمعيات مهنيين نقل المغرب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمع لي بسلام، رئيس المكتب الاقليمي اتحاد جمعيات دابا اتحاد جمعيات مدينه مكناس. جينا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكنا من رؤساء ديال لجنه الاعلام والتواصل في هذا المؤتمر، والحمد لله المؤتمر اللي هو داز مر واحد النجاح كبير، وكنشكروا السلطات المحليه وكنشكروا السي نجيب على راس المنظم ديال هو المنظم ديال المؤتمر، وكنشكروا كذلك السي هلال رئيس الاتحاد، وكنشكروا الحضور الكريم اللي حضر بواحد الكثافه،
وتحياتي للسكان توريرت وسكان ناحيه الشرق بصفه عامه، المنخرطين السائقين. وفعلا كما معلوم مر الجدول الاعمال تقريبا على حسن ما يرام، ناقشنا بعض الامور اللي هي في صالح السائق المهني، وبعض الامور اللي هي غادي نرفعوها ان شاء الله الرحمن الرحيم المكتب غادي يرفعها بدوره الوزاره الوصيه على القطاع. وكذلك ناقشنا بواحد القطاع اللي هو مهمش اللي كنا احنا رئيس الجمعيه ديالو، وهي قطاع المركبات النفعيه. فعلا قلنا فيه كلمه ديالنا وغادي نديروا محاضر في هذا الشان، اللي هي تنطلب من الدوله ان شاء الله والسيد الوزير يدرج بعض التعديلات على هذا القطاع هذا، ولما لا تكون ضمت هي الاخوان ديالها ان شاء الله للمنظمه المهيكله. كما معروف هذا القطاع غير مهيكل، ولكن احنا كندافعوا على القطاع باش تكون ان شاء الله مهيكل لحقاش في واحد الشريحه واسعه من السائقين اللي هما هذاك هو الطرف ديال العيش ديالهم، وكيخدموا واحد الدور مهم بالنسبه على صعيد الوطن، وهذا هو اللي كنطالبوا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.